السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل التقويم، الوحدة 17، دائرات التوالي والتوازي، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات، ردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ أطبق، مفتاح النجاح في إيدك. المثابرة على الاجتهاد مفتاح النجاح. المسألة 49، الأميتر 1 في الشكل 18 يعطي هذه القراءة. لازم تكون جبت الدفتر مشان تحل فيه المسألة وتراجع أيام الامتحانات. ننظر للشكل، هي الأميتر 1 والمقاومة 22 أوم والمقاومة 15 أوم موصولين على التوالي، لذلك من خصائص دائرة التوالي أنه التيار فيها واحد، لذلك قراءة الأميتر 1 تساوي قراءة الأميتر 2 تساوي قراءة الأميتر 3. لذلك بنكتب بده الطلب A المقاومة المكافئة للدارة R equal تساوي لR1 زائد R2، هي الخاصية الثانية من دائرة التوالي أن المقاومة المكافئة تساوي مجموع المقاومات وتساوي 22 أوم زائد 15 أوم يساوي 37 أوم. الطلب B ما فرق الجهد خلال البطارية، خلال البطارية دلتا V وتساوي I في R equal وتساوي 20 من 100 أمبير ضرب 37 أوم بيطلع 7.4 فولت، هذا ما نسميه قانون أوم بين طرفي البطارية. الطلب C ما مقدار القدرة للمقاومة 22 أوم، القدرة بده القدرة للمقاومة 22 أوم. P وتساوي I تربيع في R وتساوي 20 من 100 أمبير للتربيع ضرب 22 أوم وتساوي 0.88 واط. الطلب دي ما مقدار القدرة الصادرة من البطارية، بي وتساوي لدلتا في مصدر في آي، دلتا في للمصدر 7.4 جبناها هنا ضرب التيار اللي عطاك اياه في المسألة تطلع 1.48 واط، هي القدرة الصادرة من البطارية. مسألة سهلة وبسيطة وممكن تكون مسألة امتحانات. وفي رعاية الله أيها الإنسان فكر لتبدع.